زي ما قلنا الأسبوع اللي فات، الكنيسة المقدسة بتجهزنا لفكرة نهاية الأيام ونهاية العالم، نهاية الحياة. فكل ما نقترب إلى نهاية رأس السنة القبطية اللي تبدأ بعد بكرة إن شاء الله يوم الاثنين، كل ما الكنيسة تفكرنا إن مهما طالت أيامنا إحنا لابد لينا يعني وقفة مع النفس، ولينا أيضا يوم نروح فيه للسماء عند ربنا يسوع. شفنا الأسبوع اللي فات علامات نهاية الأيام، والنهاردة الكنيسة بتدينا مثل جميل جدا من لوقا 16، وهو مثل وكيل الظلم. وكيل زمان كانوا الأغنياء، ولحد الوقت يمكن كمان يعني يبقى عندهم مساحات كبيرة من الأرض وممتلكات، فيجيب واحد يقول له أنت وكيل الدائرة بتاعتي. وكيل الدائرة يعني هو اللي بيخلص كل الشؤون بتاعت الدائرة ديت، هو اللي حاسب العمال، وهو اللي يشتري ويبيع باسم صاحب الوكالة بعد إذنه طبعا الترتيب معاه، وياخد نسبة من المكسب بتاعه، ليه نسبة معينة من الدخل دوت عشان يتشجع ويبقى أمين ويتحرك في كل مكان. وكيل. وبعض الوكلاء كان بيطول بيهم الزمن، يعني ممكن يبقى وكيل مثلا 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، ولما المدة تطول وهو المتحكم في الأمر والناس كلها تتمنى رضاه وتصاحبه تحبه، فيظن ان هو المالك الحقيقي مش صاحب الأرض يعني. ومنهم كتير كان يسلك بأمانة، وكان يختاروا زمان في مصر بذات المسيحيين من أجل أمانتهم يبقوا وكلاء على الدوائر المختلفة. وساعات الأمين الوكيل ده ما يبقاش أمين كفاية، فصاحب الوكالة يقول له تعالى اعطي حساب وكالتك لأنك لا تكون فيما بعد وكيل. والكلمة دي خطيرة، لأن كل واحد صاحب وكالة أو وكيل بيستنى اليوم دوت بعينين مفتوحة، يا ترى امتى هيقول لي صاحب الارض وصاحب الملك اعطي حساب وكالتك، فيفضل طول عمره مستعد، اوراقه جاهزة ودفاتره كاملة، وسمعته كمان تبقى كويسة، السمعة تبقى كويسة، اوراقه كويسة وشغله كويس، عشان في اي وقت يقول له تعالى حاسبني يلاقيه امين ونزيه وشاطر. اعطي حساب وكالتك. طبعا الكلام ده يخص الوكيل، لكن ايه اللي يخصنا احنا كأولاد لربنا؟ مفهوم بسيط جدا. هل انت صنعت جسدك؟ هل انت اوجدته؟ طبعا لا، ده ملك ربنا، جسدك وروحك ملك لربنا، مش انت اللي عملتهم، وليس لك الفضل انك انت صنعت جسدك او روحك. وكل ما هو يخص جسمك، أكل وشرب، صناعة الله برضو، لأن الله هو اللي بيدي المطر ويدي الشمس ويدي الصحة والعافية والأفكار. فأنت شخصيا مجرد وكيل، أنت مجرد وكيل على هذا الجسد. متأسف ده مش ملكك أبدا يعني، ولا بعد أن تعطي يوما ما وكالة عن نفسك، حساب الوكالة، وعن جسمك تقول أنا استغليت جسم دوت في أن أخدم ربنا، أخدم الفقراء، أني أصنع صدقة، أني أعمل مطنيات، أني أصلي، أني أحب ربنا، أخدم إنسان فقير، إنسان مسكين. لكن الواحد لو استخدم جسمه في الشر وفي الخطية وفي الظلم، ربنا يقول له تعالى أنت وكيل غير أمين، مهما طالت زمن وكالتك مش ملكك، أنت لست ملكا لنفسك. عشان كده بنسمي ربنا يسوع إيه؟ هو ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، هو بيمتلكنا صراحة، إن هو اللي صنعنا ونحن له. الكتاب يقول هو صنعنا ونحن له، يعني إحنا ملكه. سوري. فالوكالة هنا بتعني انك انت وكيل عن نفسك،
والأب والأم في البيت وكيل عن أولاده ويدي عنهم حساب مهما طال الزمن، وحتى لما يكبروا ربنا يجيبه يقول له تعالى أنت عملت مع أولادك. والأب الكاهن ربنا يقول له تعالى عملت مع أولادك. كل الحساب، كل الكهنوت يعني كل رتب الكهنوت الله يسألها. فالوكيل دوت ربما احنا نستغربه شوية، لكن هو يخصنا تماما، كل واحد وكيل. وبعدين جات في يوم من الأيام الوكيل دوت عمال يشتغل واحنا صراحة مش عارفين، جات إشاعات عليه مش عارفين هي صح ولا غلط. الإشاعات بتقول ايه؟ ان هذا الوكيل غير أمين ويبذر أموال سيده، والناس اللي بيشتكوا دول يمثلوا الشيطان، زي ما راح كده لربنا في قصة أيوب وقال له أيوب كويس عشان أنت مدلعه مديله كل حاجة، لكن كده اتعبه شوية شوف يعمل فيك إيه، هيغلط فيك في عز النهار. فالشيطان يمثل المشتكي، يقول لك فوشي به إليه، ما ذكرش مين اللي وشى، لأن ممكن الشيطان هو اللي يشي قدام ربنا، أو إنسان بيكره إنسان يروح يشتكيه. وكانت شكوى إيه؟ أنك تبذر مال سيدك. يعني إيه تبذر مال سيدك؟ يعني أنت عمال تبعزك. عارفين كلمة تبعزك؟ أنت بتبعزك أموال سيدك. وقتك ده مش ملكك، ده مال سيدك. ده حياتك كلها اللي هي ملك ربنا ديت، دي أصلاً مش بتاعتك، الحياة دي هبة من عند ربنا. عطية من عند ربنا اديها لك تتاجر بيها، ولما تكسب يخليك تبقى ملك فعلا، تملك حقيقة، نملك فقط في السماء. يعني احنا هنا لا نملك شيء، عشان كده الواحد يفضل يكسب ويبقى مليونير وملياردير فجأة يروح يمشي ما ياخدش حاجة معاه، لكن في السماء انت بتبقى ملك. وقيمك على ايه؟ على الكثير. ادخل الى فرح سيدك. فالحقيقة ان احنا نملك اولا في السماء، هنا في الأرض أنت مجرد وكيل. فإذا كنت أنت وكيل انتبه، شكوى عدو الخير أنك تبذر مال سيدك. يعني إيه؟ وقتك بتضيعه. الإنسان اللي بيقعد قدام التلفزيون 3-4 ساعات ويقوم في الآخر ويسأل نفسه خدت إيه؟ ولا حاجة. خدت أفكار سلبية، عنف، مناظر سلبية، خدت كلام بسمعه من العالم. طب ما انت بتضيع مال سيدك، انت بتضيع مال سيدك. يعني عينك اللي اشتركت في 3-4 ساعات رؤية ملاش لازمة دي، ما هو ربنا برضو يحاسبك عليها. وجسمك ده اللي قاعد متخشب في كرسي مستني الحدث اللي بيحصل كله وهم في وهم، يعني 3-4 ساعات العضلات بتنشف وعمود الفقري بيتعب عشان انت بتعوجه كده غصب عنه، عوجة يمين وعوجة شمال طول ما انت قاعد، وبالتالي العمود الفقري يشتكي وصحتك تتعب. طب ما هو ربنا يقول لك تعالى اعطي وحساب وقتك وكالتك دي، لانك انت بتبذر مالك في امور ملهاش لازمه. يعني وقتك ده عطيه، الله اداك العطيه دي عشان تخزن بيها كتير جدا في السماء. يعني القديسين اللي كانوا بيشتغلوا كده في الصحراء دول عمالين يصلوا يقدموا خير، وشغل ايدهم ده يدوا للفقراء، هو ما كانش قاعد بيخدم نفسه بس، لا عمال يصلي الناس. تخيل واحد كل ساعة عنده حصارة ضخمة عمال يحط فيها، كل ساعة يحط دي ساعة صلاة وساعة عطية ربنا وساعة كلمة جميلة للإنسان وساعة وعظة لإنسان بعيد عن ربنا وساعة تانية يعمل مطنيات، عمال يحط في الحصارة بتاعت الأبدية، وانت تقعد تطلع تضيع وقتك 3-4 ساعات 5 ساعات مش عارف كم ساعة بيقضيها في اليوم حسبه، مش عارف كام سنة بيقضيها الإنسان من عمره قدام التلفزيون أو الميديا في عبودية ليس لها أدنى فائدة. في طبعا برامج مفيدة وفي أمور مفيدة ممكن الإنسان يتعلم منها. إذن لا تبذر مالك، مش مالك، مال سيدك. ما تضيعش وقتك اللي هو وقت سيدك دوت، هيبقى كله ملكك في الأبدية لما تشتغل بصح. نمرة 2 صحتك، لا تبذر صحتك. إنسان بيضيع صحته بأكل كتير أو أكل غير صحي أو مشروبات غير صحية وكتير، يعني أمور كتيرة مش هنتكلم عنها،
فأيضا الله يقول له انت بتبذر صحتك، انا مدي لك الصحة دي عشان تخدم بيها نفسك، تخدم بيها اولادك وبناتك، تخدم بيها كنيستك، تخدم بيها الفقير، وكل ده وتحط في حصالتك الأبدية. ليه بتضيع صحتك؟ ليه تبذر صحتك؟ تعال اديني، انا بسمع عنك انك انت بتضيع صحتك. المشتكي اشتكى عليك، اعطي حساب وكالتك. يبقى وقتك هو كده ايضا فلوسك. اوعى تقول فلوسي وانا حر فيها، لا مش حر فيها خالص. فلوسك دي ايضا عطية ربنا. تقول لا ده انا جبتها بعضلاتي وذكائي وفني. يقول لك كل ده من عند ربنا هدية. العضلات ممكن تروح والذكاء ممكن يضيع، والمال ابسط شيء ممكن يضيع خالص. ياما ناس خزينة. اذا ايضا حتى المال هتتسأل عنه، وقتك تتسأل عنه، صحتك تتسأل عنها، ومالك ايضا تعطي عنه حسابك. طبعا كمان من عطايا ربنا ليك احبائك، اصدقائك في الكنيسة، اخواتك في الجسد او في الكنيسة، اخواتك في الانسانية، دول ايضا عطية ربنا. لا تكن مبذرا فانك تخسرهم بسهولة. اكسب اصدقاء، لان الله برضه يقول انا مدي لك اصدقاء في الحياة يمشوا معاك، يساعدوك في فكرة مقدسة، يساعدوك في بناء روحي. وفي الطريق دوت انت مطالب انك تحافظ على اصدقائك، وده برضو محتاج شوية مجهود منك. وطبعا الاصدقاء اللي مش بيضيعوا وقتك يعني في كلام ملوش لازمة، والاصدقاء اللي بيساعدوك في البناء الروحي، والاصدقاء اللي هم يساعدوك يكونوا خير رفيق ليك في طريق الابدية. يبقى انسان كده مسلي جميل بشكل جميل في طريق الابدية، مش واحد يسلي بلعب الضمنة يعني والشطرنج، مش وحش العبوا، بس يعني خلي لكم اصدقاء يبنوكم روحيا. لا تبذر وقتك، لا تبذر صحتك، لا تبذر مالك مش بتاعك، لا تبذر اصدقائك، وخليك وكيل مستعد. الوكيل دوت اتفاجئ ان سيده بيقول له تعالى اعطي حساب وكالتك، بشكل مصغر كده ادهانا السيد المسيح عن يوم الأبدية. لأن كل واحد في يوم الأبدية ربنا يسوع يقول له اعطي حساب وكالتك. طبعا هو هنا في الأبدية الله بيطلب من الإنسان اللي هو عايش في استهتار حساب وكالته، اللي عايش في التوبة وراجع، التوبة دي حياة يومية حد آخر يوم في حياة الإنسان، يبقى عايش في التوبة. ما ينفعش يوم قبل نياحته يعيش من غير توبة. كل يوم يمر عليك في حياتك هو يوم للتوبة، الله ادالك فيه منحة علشان تتوب. فالإنسان اللي قاعد لحد آخر يوم في التوبة ومستعد وبيحب ربنا وبيحب الناس ويحب الكنيسة ويحب أخوات ربنا، ده الله مش هيسأله، هيقول له خطاياك قد طرحتها في بحر النسيان. الراجل ده كان كويس، عنده حكمة هذا الوكيل. مش بتكلم على أعمال وعمل صح ولا غلط، لأن الأمر ده فيه مناقشة كتيرة يعني، لكن بتكلم على طريقة رد فعله. لما دعاه وقال له ما هذا الذي أسمع عنك اعطي حساب وكالتك، قال كده ثلاث كلمات: ماذا أفعل؟ أعمل إيه؟ أول حاجة جلس مع نفسه وقال ماذا أصنع، وبعدين قرر يصنع أصدقاء للظلمة. والكتاب بيقول لك كن أمينا. أول حاجة أنه جلس مع نفسه أول ما سمع أن فيه حساب، ودي الجلسة بتاع المحاسبة النفس اللي احنا بنطلبها من كل أولاد ربنا كل يوم. دقيقة واحدة بالظبط، دقيقتين، ثلاث دقائق في اليوم كفاية خالص، حاسب نفسك فيهم عشان وما تجاملش نفسك، لأن ما فيش وقت للمجاملة. ماذا أفعل؟ وتاني كلمة قال أصنع أصدقاء بمال الظلم. مال الظلم زي ما بيقول قديس البابا شنودة هو عشورك، هي الفلوس اللي مش بتاعتك، بيسميها مال ظلم لأنك تظلم نفسك وتظلم الفقير والمحتاج لو حطيتها في جيبك وقلت بتاعتي. لا هي مش بتاعتك، العشور دي مش ملك ليك أبداً،
فيكون ده مال ظلم لو انت استخدمته لنفسك او لبيتك. عشورك هي ملك لربنا. فقال اصنع اصدقاء بمال الظلمة، يعني او مال الظلم، عشان انا يبقى لي اصدقاء، ومتى عزلت يقبلوني في مظلهم. يعني الاصدقاء دول في يوم من الايام هلاقيهم، في يوم من الايام انا هلاقي الاصدقاء دول معايا يساعدوني. وفعلا الانسان اللي بيعطي ربنا في حياته لابد ان يجد في يوم ضيقته، في الضيقه يلاقي ناس يساعدوه، في الابديه يلاقي ناس يدافعوا عنه. عارفين انتوا المعلم ابراهيم الجوهري كان غني جدا، ولكن كان معظم فلوسه تروح على الفقراء، وساب ورثه قليل، ما سابش ورث كتير، لكن عمل وقف الكنائس كتير جدا لحد النهارده، لحد هذه اللحظه في اوقاف من معلم ابراهيم الجوهري على كنائس كتيره عشان تقف على رجليها وتقدر تكمل مسؤوليتها. والفقراء، ومره بعد ما تنيح المعلم ابراهيم الجوهري، جه الحاكم مسك كده بنته، تعالي عايزين فلوس، فين الفلوس؟ كالعاده بتاعتهم يعني، عايزين فلوس، هاتوا فلوس. كانوا كتير يمسكوا البابا القبطي يحبسوه يقول له ما تطلعش غير لما تجيب فلوس. فقالت له حاضر هجيبها لك. فجمعت كل الفقراء كميات مهوله كانوا بيعيشوا على فلوس المعلم ابراهيم الجوهري. قال لها فين الفلوس؟ قالت له في بطون الناس دي كلها. الفلوس كلها متخزنه في بطون هؤلاء، كان بياكلهم ويشربهم ويبسطهم. طبعا هنا القصه الجميله دي معناها انك انت لو ربنا سالك هتقول له هي موجوده، لكن واحد عمال يدلع نفسه ويرفه نفسه ويبسط نفسه، وشاف واحد اخوه جنبه فقير، طب ما يعمل ما ربنا معاك زي ما عمل مع الغني بتاع الغني والعازر. ما الغني كان غني جدا والفلوسي ما كانش فلوسه، عمال يدلع نفسه، ومات بدري على فكره في الغالب، يعني من كتر ما يعني نفسه اتسد من الاكل والشرب يعني. والغلبان ده اللي بره ده مش لاقي حته عيش صغيره من اللي بيترمي، منتهى القسوه ان واحد يبقى عمال يدلع نفسه يقول لي فلوسي، ده شغلي، تعبي، ذكائي، مجهودي، ويسيب واحد تاني غلبان مسكين يقول هو يعني ربنا بيعاقبه، انا اعمل له ايه؟ الواحد لو عايز يعمل خير بيلاقي الارجومنت، يلاقي الاسانيد. لو عايز الواحد يطنش فقير وغلبان ومسكين يقول لا، ما اللي يعوزه البيت يحرم على الكنيسة. فدعاه وقال له ما هذا الذي أسمع عنك؟ أعطي حساب وكالتك، لأنك لا تقدر أن تكون لي وكيلا. ما ينفعش تبقى وكيل لربنا ووكيل للظلم، ما ينفعش تبقى وكيل ربنا وأنت عايش في إنفاق أو إسراف. المسرف والسكير كلاهما يفتقران إلى لقمة خبز. والمسرف هنا الإنسان اللي يبذر ماله وهو مش بتاعه، لكن ده ملك لربنا في الأساس، والله ادهلك امتحان ليك هتتصرف فيه ازاي. بلاش كلمة امتحان تخوفنا، ادهلك تجر بيه، واللي هتكسبه هيحطوا لك مضاعف في الأبدية بما لا يقاس. كل واحد كان يشتغل عنده تالنت واحدة، موهبة واحدة، أو وزنة واحدة، اداله اثنين، اللي عنده اثنين اداله أربعة، وهكذا. فالله بيديك أضعاف ما أنت تستحق بعد كل تعبك. يا رب نكون كلنا في اليوم دوت قدام ربنا نكون مستعدين ونكون فرحانين، لما يجي ربنا يسألنا نقول نشكرك يا رب، أنت كنت بتقود حياتنا وإحنا كنا بنسلك حسب مشيئتك الصالحة.